طنطا اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. حياك لحضرتك ولجميع الحضور ما عدا المشعوذين، انا اسف متكلم. انا بسال الباشمهندس محمد في كلمتين اتنين، لما هو بيعرف يقرا الكف، انا اسف ومش بتاع افيهات ولا كده، ما قراش كفه ليه وتنبأ بوجوع سنانه والحقها قبل ما تقع؟ يا جماعه حرام. قريته. والله حرام. حرام يعني، ارحمونا. قريته وعارف هموت امتى. عارف استغفر الله العظيم. اقسم بالله ان انا لن اعدي 75 سنه وانا 66 سنه دلوقتي. انا مش عايز افوت الكلام ده، انه ما تفوتش يا استاذ وائل. قال لك انا عارف يعني انت اديت لنفسك 75 سنه، ممكن تموت بكره. انت عملت يعني ايه؟ انت اديت لنفسك 9 سنين قدام، ولو مت بقى خلال 9 سنين يبقى انت كده كان عندك حق يعني. لا قول لي هتموت يوم ايه؟ معلش هو كفي يا استاذ وائل، افتكرت حاجه دلوقتي يا استاذ وائل. معلش يا استاذ، انت مش عارف اني واحد ارى كف السيدة جيهان السادات وقال لها هتبقي سيدة مصر الاولى؟ كان عارف ازاي يا استاذ وائل وبقى سيدة مصر الاولى؟ قول يا استاذ. تصادف لا 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 هقولك على حاجة. تصادف ازاي؟ لا 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 هقولك على حاجة. نفس الشخص ده انا متاكد انه ارى كف ل 500 واحده، كل واحده قال لها انت تبقى سيده مصر. ايوه والله العظيم، والله العظيم كل واحده قالها قال لها كده. والله العظيم يا عم اسمعني يا عم اسمعني، لا تناقش في قضيه غيب، لان دي من اختصاصات ربنا. انت مفهومك للغيب غلط. اختصاصات ربنا يا استاذ محمد، خليك في البترول. الغيب بالنسبه لي. قول لي مصر فيها ابار بترول فين؟ روح نبحث فيها ونطلع بترول. كل انت مصر سايب البترول وجاي للكف تفتش فيه. انت سايب البترول بتاعك. قول البترول فين بتاعنا يا سيد الفاضل. احنا خيبتنا ان الريزرفار. طيب استاذ علي، الخزان بتاع البترول بتسحبه ليبيا اسهل. استاذ علي اتفضل، اقرا كف وزير البترول وقول لنا فين اكتشافات البترول. استاذ علي اتفضل، روح وزاره البترول اقرا كف الناس هناك. يا عم الدكتور مصطفى محمود كان طبيب. لا مهندس علي، واتشهر في الكتاب الادبي. خلينا افضل من الطب. طيب خلينا، هذه مواهب. ايه ده بس؟ لا تعلمها. لا مش مهندس علي مواهب. لا مش مظهر ليها واحده بس، عشان بس تكون مواهب من ربنا. استاذ علي اتفضل. استاذ علي، استاذ علي اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. السلام عليكم يا سؤال. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. بمسي على حضرتك، بمسي على الاستاذ مظهر شاهين، بمسي على ضيف الكرام. يحييوك، اتفضل. كنت عايز اوجه السؤال بس للبشمهندس محمد. اتفضل اتفضل. ربنا سبحانه وتعالى قال بقى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. الله يفتح عليك. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها. نعم. ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. نعم. نصدق القران ولا نصدق الاستاذ محمد؟ بشمهندس محمد. طيب استاذ عبد الناصر من الجيزه اتفضل. السلام عليكم يا بيه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. الحمد لله على سلامتك الاول. اتفضل. اولا سعادتك، طول ما في قصه الناس اللي هم بيتكلموا في الجدل والشعوذه تكتب امن، والله ما هنتقدم لحظه واحده. ما عشان كده البعض اللي بيستهين بهذه القضايا يا جماعه، مش ممكن. العالم بيتقدم وقاعد. أيوة. يشوف صح. اكتشافات لامراض لم تعالج بعد ولم تكتشف بعد، وادويه لامراض لم تعالج بعد، ومع ذلك الناس لسه بتهرب للدجل والشعوذه. احنا شفنا حتى، جبنا لكم بعض المشاهد، ناس ما بتروحش الاطباء، بتعالج الام العظام والحاجات دي بانها تتلاقي بتتمرغ امام مقام الشيخ فلان. وجبنا لكم عدد كبير من القضايا. تليفون اخير استاذ، دكتوره اماني. اسماء، دكتوره اسماء اتفضلي. مساء الخير استاذ وائل. اتفضلي دكتوره اسماء اتفضلي. الموضوع قارئه الفنجان طبعا ده ضرب من ضروب الدجل، يعني دينيا مرفوض، دينيا يعني يعتبر ده تنجيم صدقه. المنجمون ولو صدقوا في بقاء المنجمون ولو صدفوا اهو كده. طيب دكتوره اسماء الف شكر. شيخ مد، لو في جمله سنة يعني، عندي جمله تعالوا سوق الجمله حسما لكل ده. ليس هناك ما يسمى قراءه فنجان ولا قراءه كف ولا قراءه، ده كله دجل وشعوذه. وانا ادعوهم الان الى ان يتوب الى الله عز وجل من هذا العمل، يعلنوا التوبة إلى الله عز وجل ويبدأوا حياة جديدة لا فيها دجل ولا شعوذة. وربنا الرزاق، ابحثوا عن مكان آخر أو عمل آخر يكون الرزق منه حلالا بعيد عن تغييب المجتمع. ما بسترزقش منه. طيب هو يعني بيدعوكم للتوبة يعني. توبة إيه؟ يا اخي تب الى الله من علم، انت بتدعي علم الغيب يا اخي. يا اخي افهم، ما تحفظش. الرسول بيقول انتوا حافظين مش فاهمين. احنا فاهمين وحافظين، انت لا انت فاهم ولا حافظ. والله العظيم
يا بس مهندس محمد انت طيب. رحت شوف يا استاذ وائل خلينا طلع بترول ممكن طيب. كلمه بشكركم. ممكن